ونبقى في الأراضي الفلسطينية إلى مدينة رام الله، حيث ينضم إلينا عبر الهاتف السيد إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية. سيد إبراهيم، بعد التحية، يعني مصر تبذل جهودا كبيرة من أجل دعم الأشقاء في قطاع غزة وتواصل تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع. كيف ترى الدور المصري في تقديم هذا الدعم؟ أشكرك أخي محمد، والتحية لمشاهديك وللشعب المصري الشقيق وللقيادة المصرية حكومة ورئيسا، ولكل الشعب المصري الذي تنبض قلوبهم بالتضامن والوجع لما يشاهدونه من محرقة متدحرجة حصادها الأطفال والنساء في قطاع غزة، دخلت يومها 21 في التقرير الذي استمعت إليه قبل قليل، تلخيص لطريق الآلام التي تركبها الشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 48 وإلى هذا الذي يجري اليوم من محرقة متدحرجة وحرب إبادة تستهدف الوجود الفلسطيني وتلاحق اللاجئين إلى ملاذاتهم في القرى والبلدات التي لجأوا إليها عام 48. هؤلاء أحفاد الذين تعرضوا للمأساة عام 48، يلاحقهم أحفاد العصابات الصهيونية التي ارتكبت الجرائم الفظيعة عام 48. لم يكن 7 أكتوبر في عام 48، ولم يكن 7 أكتوبر في كل الحروب التي شنتها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، ولم يكن 7 أكتوبر في كل المعاناة التي سردها التقرير من عذابات في الضفة الغربية واقتحامات، ولم يكن 7 أكتوبر عندما وقف سموتريتش في حواره ورفع خطاب المحو والحرق والإبادة الجماعية، وعندما رفع خارطة في باريس لا تظهر فيها الأراضي المحتلة وتتجه أطماعه إلى الأردن، ولم تكن 7 أكتوبر عندما وقف نتنياهو يحمل خارطة للشرق الأوسط لا توجد فيها الأراضي المحتلة. كل هذا الذي يجري اليوم هو كان عرض للمرض الأصلي وهو الاحتلال الذي يواجهه الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما. نحن نقدر الجهد المصري العظيم، ومصر هي دائما السند وهي الرئة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني، ونشعر بكل امتنان لكل ما تقدمه شقيقة مصر من مساعدة ومن تضامن مع شعبنا الذي يواجه في هذه اللحظات حرب إبادة ومحرقة متدحرجة حصادها الأطفال والنساء والشيوخ. هذه حرب ليست ضد جيوش، هذه حرب ضد الناس، ضد الأطفال، ضد العائلات التي تنتظر الموت، وليس ثمة معه أصعب من الموت سوى انتظار الموت. عندما يقولون للناس اذهبوا إلى الجنوب وهناك المناطق أكثر أمنا، فتقصف العائلات في الجنوب ويقضي الأطفال والنساء تحت الركام، ولا زال هناك الآلاف من الأطفال والنساء الذين ما زالوا يتنفسون تحت الركام ولم يتمكن أحد من الوصول إليهم. لا أستطيع أن أصف ما الذي يجري، ما يجري يتجاوز كل الحدود ويطيح بكل القيم التي راكمتها البشرية. ما يجري هو إبادة جماعية. طيب، إلى أين وصلت الجهود سيد إبراهيم لإدخال مزيد من المساعدات لقطاع غزة بالضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي؟ الجهود كما تنظر بأن إسرائيل التي تستمد غطرستها وعنادها وفائض قوتها من تشجيع الأمريكي والشراكة الأمريكية والأوروبية للأسف معها، بعد أن انهارت كل القيم التي لطالما تحدث بها الأوروبيون عن العدل والمساواة وقيم الحق والديمقراطية والحرية، وإذا بها كلها تنهار تحت ركام البيوت وجماجم الأطفال ودماء النساء والشيوخ التي تتنزف في الشوارع في
في غزة، في كل قرية ومدينة، وفي الضفة الغربية أيضا هناك مجازر ترتكب من قبل المستوطنين الذين يلاحقون المواطنين قاصفي الزيتون ويقتحمون المخيمات والقرى والبلدات ويعيثون قتلا وألما ووجعا وتهجيرا للمواطنين. الجهود معلقة بما سيصدر عن القرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي نتطلع إلى التصويت بضرورة وقف المقتلة المتدحرجة. الأولوية الآن هي لوقف المقتلة الآن وليس غدا، لأن كل دقيقة تمر الوقت من دم، كل دقيقة تمر تقضي فيها عائلة، تباد عائلة من قصف الطائرات، هذه الوحوش التي تتربص بالأطفال والنساء في داخل البيوت وهم نيام، فيردمون البيوت على رؤوسهم ويردمون المستشفيات ويقطعون الكهرباء والماء. نحن ننتظر من يغيث هؤلاء الذين ينتظرون الإغاثة من الجهات التي لا زالت تتنكر للقوانين وأخلاق والأخلاق والقيم التي للحروب قوانين أداحها نتنياهو، ولقي التشجيع من العالم ليمارس كل هذا المقتلة التي يمارسها ضد الأطفال. هذه إبادة جماعية يتعرض لها الشعب الفلسطيني. نحن نتطلع إلى أن يصدر قرارات من اليوم من الجمعية العامة لتحاصر إسرائيل وتفرض عليها إدخال المواد التموينية وإدخال الوقود الذي يغذي المولدات في المستشفيات لإعادة شريان الحياة. ماذا عن إدخال الوقود؟ هل هناك ضغوط تتم على الحكومة الإسرائيلية لإدخال الوقود؟ إلى أن تنجح هذه الجهود الأممية اليوم في وقف هذه المقتلة الجماعية. طب هل هناك ضغوط تتم على الجانب الإسرائيلي لإدخال الوقود إلى قطاع غزة؟ كما تعلم بأن إسرائيل لا زالت ترفض إدخال المواد الوقود وكذلك الدواء، وإن سمحت فهي تدخل بالقطارة ما لا يمكن أن يساعد على تقديم أي عون للمستشفيات التي انقطعت عنها الكهرباء. كيف تعمل المستشفيات التي تقطع إسرائيل عنها الكهرباء وهناك العديد الآلاف من المرضى الذين بات تتهددهم الخطر داخل وهم على أسرة الشفاء بانقطاع الكهرباء؟ يعني الإعدام، غزة تتعرض للإعدام، والجهود الدولية تتعثر أمام من عناد إسرائيل ومن يشجع إسرائيل على بطرستها. يعني نراهن على الجهود الشقيقة وخاصة جهود مصر العربية لتتمكن من إدخال الشاحنات التي تنتظر على معبر رفح لتمكين أهلنا في القطاع من الحياة، سواء كان بإدخال الوقود أو الدواء أو المواد التموينية والغذائية، وكذلك إعادة الحياة شرايين الحياة إلى غزة بربطها بالكهرباء والماء. طيب سيد إبراهيم، هل من إحصائية لديك فيما يتعلق بعدد الشهداء والمصابين؟ ونقطة أخرى، كيف هي معنويات الشارع الفلسطيني سواء في الضفة أو في القطاع لمواجهة هذا المخطط الإسرائيلي؟ أبدأ من الشق الثاني من السؤال. الشعب الفلسطيني لم يكن يوما إلا وقد عانى ما يعانيه، وإن كانت هذه اللحظة من أقسى اللحظات التي واجهها الشعب الفلسطيني. لقد واجه الشعب الفلسطيني نكبة عام 48، وفيلم الطنطورة الذي يشرح ويحكي قصة المجازر المروعة باعترافات مرتكبيها اليوم الذين هم يرتكبون اليوم أحفاد هؤلاء القتلة المجرمين، يحكي قصة الفلسطيني الذي ينهض من تحت الركام كفينيق يحيا رغم كل المجازر التي وقعت عام 48 وقتلت أكثر من 700,000 فلسطيني، هي اليوم تعاون إعادة إنتاج تلك المجازر. ومرت بين 48 و 2023 دماء كثيرة جرت في طريق الآلام الذي يتنكبها الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني لا زال يناضل بنزف جراحه
ووجع معاناته يؤمن بحتمية انتصاره، انتصار الحق على الباطل والوطن على الاحتلال، والحقائق الثابتة على كل عناصر الغطرة، والدم على السيف والسجين على السجان، لن يعني يكسر هذا الذي يجري من عزيمة الفلسطيني الذي يؤمن بحقه، بحقه في الوجود على أرضه، وبحقه في مقاومة أعدائه، وبحقه في نيل حريته التي كفلتها له الشرعية الدولية. أما بعدد الشهداء فإن القضية ليست بالأرقام التي يحاول الأعداء ومن يشايعهم للتشكيك بها، بينما الصورة أسوأ إنباء من الكتب، الصورة الطالعة من كل حارة ومن كل مخيم ومن كل بلدة تحكي وتصف بما لا يعجز الكلام عن الوصف. القضية ليست أرقام، القضية حياة أطفال لهم أحلام ولهم أمهات ولهم آباء ولهم أجداد وجدات، والجدات أيضا لهم أحفاد ولهم الأمهات لها أطفال. أنت تلاحظ أنه بين الشهيد والشهيد شهيد، وبين الجريح والجريح جريح، جرحى يسعفون مصابين ونازحين يغيثون نازحين. إنها القيامة تقوم في كل شارع وكل زقاق وكل بلدة في غزة، لكن كل هذا الذي يجري لن يفت من عضد الفلسطيني، وهو يمضي بنزف جراحه ووجع معاناته نحو تحقيق حريته وإقامة دولته. ومتوسقا بأرضه من رام الله السيد إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أشكرك جزيل الشكر.